في بقى يا أبي فكرة الحكمة، يعني تعليم الأبناء فكرة الحكمة ومعنى الحكمة. الحقيقة يعني النقطة دي شدتني قوي، إنه يعني القديس يوحنا الذهبي الفم بيأكد على فكرة إنه إزاي نتعامل بحكمة في أمورنا المختلفة، وإيه هي الحكمة الحقيقية أصلا. يقول إيه؟ إن علمناهم من البداية حكم حب الحكمة الحقيقية ستكون لهم ثروة أعظم وأفضل مما يجلبه الغنى. وما هي الحكمة الحقيقية إلا ربنا يسوع المسيح له كل المجد. يبقى أنا لو ربيت ابني على المسبح هياخد الحكمة الحقيقية. أنا بعلم ولادي كده دايما، الشاب هقول الطفل اللي بيتربى على المسبح بيبقى جدره في المسبح وبيشرب مية المسبح وياكل أكل المسبح، فيطلع ثمر. وثمر إيه؟ ثمر مسبح. غير الولد أو الطفل أو البنت اللي بتتربى برة، فجدرها بيكون بره، فتشرب مية بره وتاكل أكل بره، فيطلع ثمر. ثمر إيه؟ بتاع بره. فالحكمة الحقيقية تقتضي أن أنا أقول له حبيبي أغرسه في قلب المسبح، أغرسه على المسبح. والمسبح حالة مش مكان. حالة؟ مش مكان. مش مكان بمعنى إيه؟ يعني أنا عايش المسبح. في ناس بيخرجوا من المسبح فبينفصلوا عن المكان، المسبح ده مكان. لا، أنا عايش بالحالة اللي كنت موجود فيها في المسبح حتى وأنا في الشارع. فالمسبح حالة، أنا عايش حالة المسبح من القداسة والمخافة والرهبة والخشوع والطهارة والنقاوة اللي أنا كنت عايشه في المسبح أنا عايش بيه بره. فالمسبح حالة مش مكان. فأنا بعلمه إزاي يعيش حالة المسبح دي، الحكمة اللي أنا عايزها. يعني الحكمة الحقيقية هي فكرة ارتباطه بربنا، يقصد إن هي دي الحكمة الحقيقية. طبعا إن تعلم طفل التجارة أو نال تعليما عليا في مهنة مربحة للغاية، هذا كله لا يحسب كلا شيء إن قورنا بفن التخلي عن الغنى. يعني في ناس تفكر في الفلوس وإزاي نجمعها وإزاي، ده الحكمة الحقيقية إنه أربي ابني إن الفلوس دي تحت رجلي. في ناس تربي أولادها إن الفلوس دي فوق دماغي. لا، الحكمة الحقيقية الفلوس دي تحت رجلي، أصل الفلوس مش هتعملني، مش هي اللي تديني القيمة، مش هي اللي تديني الحكمة، مش هي اللي تديني الفهم خالص. كل ده بيروح، اللي يبقى هو المسبح. واطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزيد لكم. حقيقي فهم. فالحكمة الحقيقية اني مش دور على الفلوس. الحكمة الحقيقية انه الفلوس مش هي اللي تمتلكني، انا امتلك الفلوس، انا امتلك الفلوس لكن الفلوس تمتلكني. لا، ان اردت ان تجعل طفلك غنيا فعلمه الا يشتهي الممتلكات العظيمة. عايز طفلك يبقى حاسس انك غني، انه غني، ما تخليهوش يشتهي حاجه، خليه يشتهي ربنا. والطفل بطبيعته برضه هو عايز من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فالحكمه تقتضي انه مش كل حاجه عايزها ابني بديها له، لازم الطفل يسمع كلمه ايه؟ لا، عشان وقعها يبقى موجود في ودانه على طول، انه مش كل حاجه بتقول له حاضر، ولا يحيط نفسه بالثروه بل لا يطلب شيئا. دي الحكمه الحقيقيه. أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا عايز ربنا.